ضمان أمور سوماليان يقرك سوماليان قارها عظم وقرم يعيد كرمان فأي تشوهو فحسي يصير أعيدة قرنكا ترسلهم وزارة شرمالة سراكيشة سراك الحقينكا دبليدة إيا أساس الله وحنا لها ضمنه إلى هذا سنة سنة تهد وبارسيو فرواغي بش بش وين بقها تاريخ المو عيدة قول قارك سوماليان لمدة شنين تاريخ ليس لكن ممكن عيدة قارك سوماليان تاريخ سبراوة نوحد كسوة براوة إلى مالك يقول بريسي إن سوماليان بروتكتريت لبراوي عيدة كيرو مهرين إقران إلى براوة هو وش عمل مرسول ده قول بريسي بقول إيورس سباوة حلقة شوية مكرسي ستيرنس هاشا سمو كل يا سلام قلنا لهم يا رهي سير على رب العالمين مركز سورة السماية حتى كشبوتي ومركز فلس كويسان إلي يبريد السماية عند الحياة هل هذا المصر بالعوال الله ما تعيه كبير كسورة الألوك السورة على التاريخ اسم الدينيو خور مرهو إيا وارد وفوه الرهي تقول يا رامي متى ما تقول إلا أي مهدي بالعيد كبير كسورة الله من دولة اتريع قبل الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه وسلم إيه أتكاري وعيد القرآن مقضي وحي مشير إلى الضمان عالمك إنه لنا فيه مشير إلينا كل كسوري كان يمطع إلينا اعترافه وحي مشير إلينا إيه لكن قرآن كان تصير الله إلى اعترافه أيضا قولي إلينا إذا ما لكم اعترافه كانت بيه ورسية كأقويس بريئة كأقويس بريئة إيه لكن قرآن كان يمطع إلينا كل مشير كل غمانه وحي قرآن عندما قرأت سينك ربيع أبانتو مدوري كان بابو وقال بلوما هذا قياء إسكاش الله عن وأمن يحرك مصاريه ربتي ما قلوا حسنوا عمل شغالية وإسكتها عيدة قرأك كبيروسك كأسلوبتا كسعرانك كبادا إياك وضوك وحدي أرسوا عران دليل نحن يتبعوا ويحاولوا المدير تاصلوا بسرعين يا مناصرات المعطاء وحكاً حضرين الكسر بالمقهولية كواهن يعكاً قاشاً وهمتين إلي المعطاء إساسية برنامج وعن نوره أبي أبدا إلي حضرينية تاسية أين توسع الساعة سوغان يمين إلي العالم دل بفكرين تذكر إلي عمام وإحسان وإنقريان وإعبيان وهمتين إلي عدد مفكرين وقفة أدرسلت وحرية كنت ورمولاً وقفة إلي وعبدالله روش واحد هذا هو الغلبة لمن بس نفكر أن الله ما هذا قلنا قرآن هو ما أنت إنه يسوي شيء في الدنيا أبي هذا ما هذا قلنا هذا اللي تقدر تقول هذا ما أنت عارف كل حاجة تجري اسمه ده لو بدل نقولها كيسة أيوب دامي أو بروماتيسي ده بدل ولا بدل بربنا أنا هم ما أتراشى ولا بدل قوسنا ده ما هي فقرة ما هي أنت ويرك إياه مستقبلك خلقنا ويرك بضان إياه ورعبه موتيان مركزين قال يا رب بضان اللي يتشبيان مركزين قال يريد جهورتان قال تحريبان قال بلاد رسول بعضان وعي نورش المام قال كالكا حطوه حدو شيء يا تسكا وقع مشيرا ايه ديولي حاجة حقوا عنك ايه حاجة في عنك عروه وفق آسوك الصلاحي إلى أهل السلام بعطان قوة مركزين قال يريد جهورتان قال تحريبان أقولك هو حقوع سياف ويقولوتي إليه ومريك وحرنا من الحويلها مريك أيها أقف كدوك بها ويني واسفوح رأسفك وإنه هو قابل بلا عارب كلهم ديارنا إيه مراكيب ديارة حنباري إيه بوتشيسين إيه إلكا قاعد جروبه بغافيري ما أنتم رأيين بلك المحكمين مدير بنسك ساري بني سوى سايسان وإيه إجوارك ساري أحنا عيان بغمتا نيو إيه هم نسي انتوا ستاكدوك وإيه مرشا أيها أقل ما توبنا أرمنا الله قري ولا ما شيء
in bil aadiga maanta ba shaqada maanta uu raayo oo dhibaato xalayo qof oo yar taagiisa iyo hadda uu joogo maanta waxa aad u fiir ka dhaxla taariikhda oo aad u adeeg mawaadiyada iyo irbaha iyo taariikhda ingiriisi aad u saaray ingiriisi aad maanta ku leeyahay oo aad u baxay yurooba iyo yurooba isagoo aad u weyn maanta oo asal sawiray barnaamijka ee ku xiran soo raay oo ay meel duur xidhan leeyahay oo mushaqo soo caawiyo ku fiiraya oo aad ka saaw wax ka dhacayo oo halay maalin saacada dadka ay taatiisan baaga dhexiyo xilli shaacad maana taasata ayba ma hayso la yaalo oo saaxayna dadka soo jiro caawo oo ku saaxan la ma jiro ilaa ay soo jiro taasta qaab ay u doonayo taasta ila boo waxa uu san jiray meel oo caawo fikrad ku saaxaya ila weyn iyo weyn iyo waxa ay noqon waa cid uu baa tamash jiray ka hor ku saaxay oo ku maaysa ilaa ay aan soo baalay dadku marka eegeysa afrika ay ku raayaan maanta waxa ka socda isbedel cajiib ah caawa ilaa iyo dal caawa soomaaliland ay chapter sagaal kaasaa ka nabad badan ama ka walaac yar ma jiro suudaan waa tan waxay ka dhacaysaa ka masaboo Egypt iyo Ethiopia iyo Israel masar waxa ka dhacay iyo waa soo haystaa mid ka mid ah masaboo waxa ka dhacay Allaah Ethiopia soo dalay cajiib ah masaboo oo ku go'an yahay oo aad u rajaynayaa in kan uu galo isbedelada soo socda ee sanadka uu dhameystay waxa uu ka jeedin balwaqay inuu soo galo jaha galo dalkii soo galay soo galay dadka muqdisho oo uu soo galay dhul furan jaalkii ka mid ah ee dadka dhigay kuwa ay maran dhigay iyo ay tooyay caawimaadka oo xiraan ka socda kuwa furaha kale ee dadka ama ee Soomaaliya soo kisay ee dhigay ee ayay ilaahay ducada weyn ee lagu wada qayb oo la duulaya iyada oo lagu salaamu xirin inuu wada ku haya kamid bayrman saasuuraha uu doonayo oo waafaqay iyo labadisi waxa ay u guusmeeyay ee loo baxay xaqiiqada maanta Soomaaliya sanadka uu ahaa sanadkii labaadka iyo murdimada iyo sadexdii dibaatooyinka kor ugu qaaday ku xalisay iyo ciin weyn la wasaaray arigu uu ku dhigay dagaalo qalaadiga qaar ka xor ciidamada ah qaar kale oo boqolada wax walba ay wasaaradu isku dayday sagaalada laba sabab iyo weeyo uu dhigay ku gudbiyo waxyaabaha maaliyada iyo ciidda soo gudma oo ciidamada soo dhigay oo ma qoyi hada la yookay oo ciidda inoo leeyahay taayeen in dadkeen oo shacabku ku dhigay oo hawadii aan soo wadiyay ilaa aan wada jiray oo ayay ku dhigay oo sheekhu ku dhigay oo ganacsi ku dhigay oo aan waalid markii uu rasuulka ku soo raacay ee gaalada ay yimid oo tan abuuran mid walba waxa dhigu baahay ka jeediyay oo dhinaca ay ka haysay oo kii wadaba ay waxa ka sheegay oo dowlad iyo dowlad soo saaray in maanta dalkeenna gees ilaa gees nabad uu saxayo beer heshiiyey ciidan saabu uu saxayo heshiiyey ahsaabii qalab uu ka jeediyay oo sharci iyo nabad dasho iyo waxa uu u hadlay muriyaha buushaan hayo bismillaah waxaan u wadaa waxaan u baahanahay inuu seeyo awlaashana barahada talada markii soomaaliya ay soo farmashada soomaaliyeed ay soo qaybinaysay waxa laga bilaabay soomaaliya iyo xusay ka ahay madmada soomaaliya hoybalkeeda waageeda iyaa dhammaan dagaalada oo ku xukumay ku bilaaba hargeysa waa hoygii suugaanta waa hoygii oday martida waa hoygii waa hoygii hargeysa odayaasheedi iyo buuxo iyagaas caanaa iyo buuxo soomaaliya isu wargeeyey taa ay noo gaaray dhaqanka inoo ahayd ee aan iyo soomaali ka tagnay xalba hore in loo eego aynu awyeesha ka dhexlay ka awoodaha kale ee aan arkayso inay soomaaliya tahay afrikada kuwa mid yar oo weyn ee la gashay isticmaalkii heshiiska kenya weyba iyo reer weyn u yimida la saxeexday dhammaan heshiiska kumid ka bilowsaya ilaa iyo laasqo heshiiska la gaaray isticmaalka wuxuu ahaa dalkeeda ammaanaya kuma qalin kartaan markaad u baahanayna ugu guuleysaan talada oo dhaafmaysaan
ما تشينا تعطيك أوك أو هجرة لعبطي وأنا أقول لك سيدي إنك أول تاسي كنت لعبت عن سولانا تاري غير ما تنوى حقيقة سولانا إلا إياه ومر إياه اسكو تشي سميسو كوا ببن إرشاد إيوز وعلي وحبق وعلي المنطقة السوليني إلا يجب أن يكون بهاي تاري يجب أن يكون بهاي دو أي يجب أن يكون بهاي وأكيسي بيهاتي يا الله تسيئة تلين الوحيا إنت تراحي سوليني شعب الصومال ايه مات كسبان جوه ايه حمل جوه ايه بلد جوه ايه جوه ابو سمحان وحي قبع اي نظر وحي قبع اي طاو عيد ابوسا كسير خيسو يا رواي نانا هذا المجموع في بلد عرب ويقول لك ويقول لك وحقا وعنور ويقول لك ويقول لك ويقول لك كوا ملاح يوه ايه سجر بسان يمينها ايه 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 سجر ايه ايه كوا ماتا جوه تبوك وسجر ايه ابو سمحان ديك الدين ما تسوي سكوا ما نتابع يا الله يا خطرة وما كوا ترك سبيل يومي عارم كأي رافع إذا كنا نحن تاني سوالف بعض الأمام سوالف أنا أقول يا قول قول يوم هذا أنا لا يسوي كيا وما كسام اسمعي وما كسام بعض الأمام وما كسام بيوي كوا كوا ترى سالي ولا يرو أكره حقنا يعني كيا أول يوم ترى كيا بعض الأمام يسافر على يوم هذا سوبر عليه إنها أوحد وطير وعيا ما هنوي أنا وطلع كله أي صومالي وجريبيا كل هذا حرايا كل هذا كله هل كان ما نروح نروح هذا تاعي ما جيتوا ما شاء الله حكس على الوضع عاد يوب بروباغاندا إي تي في استعماره أو عن ابن أدري ما كان يتابع سويا المهم سويا ما نروح أنا بقول سمعت ان حكومه المواطن وكانت هي المواطن تدعي ان يسوق المطعم صدقه ويقول وين الدفن لا تحسن سوء بما تكسر عن وائل ومر حقنا ومر وإلا يعني خلاف كسر خلاف هو دفن وكره دفن مكره وقوه طوال خلاف ما كان سهل الدنيا تقول لي سيحصل لي خلاف في الازمه والرماله بلا سرعه بلا سرعه حزبها سبعة عين وحيوبة عنها خلافة مكورة إلا قولة تسمى بالدنيين لبا إيه دسل مليون وإيه دسل حقا يالا دسل ورس محيو ما تراس عاني ليه ورس محيو قبل إليك وما ورس محيو عاقاميها بزيل جراء ورس محيو محاب عاي مدير دير وقص إياك الله سكير كسو تشولي وكسي أبو قرار سمعيو إيران قرار كالغان يأدوك إيران باتا جيس أفريكا مهر يا حمرت كل العلم السوداني أفرزوا أدوا رأيه يقول الله كل رجل يتكى كتوزوا على رسول الله رسول الله ويقول لك من العلم كل هذا سكر واسفالك برماتي ويسيني كل قرار أهلا أهلا قادوك هو كل جنة ويبصر تكار فرور يسي كل قرارتا أدوا عدوه أهلا عبان دور وكل بيجاب رأي ما في حلول ولا حلنا خدعك واحد وغير رسيس على واحد أنا أراني إن أريد شيء ترى في التعليم إلا هو قيوم ويوم ذات عفريت ويوم باكية إن السامي وكبر ولا واحد ولا شيء هني ويجي سافر بقصة وتراقص ولا يقرا كيف سافر لما يقرا واحد قرا ما دام الدكتور سلمان يكون رئيسي وتغلاه إيه دلاله سر شرف لا أي شيء إيه سلمان يا مقاومة تقصها كورة الكبر حلا إيه الناس يبغى يورا إيه رجل مبغى يورا إيه كل ما عندنا كل يوم يوم اعتراض عليه وكل ما قلنا اعتراض يورا واحد من المدير من الجمهور الكبير كمان إيه ما له موت حلا أنت هراوي وصوب عامة هو صار سن ما تروح تعلم محاضرة عين كل نهض ورا من دون سد حرمك ويقول لنا الأحوال تعالى سعيد والميتة لكن أعرف وقف مريم إيه ليه فكرة والعالم هو يبقى هو سوداك تاجك حاجك وعنتها سياسية كريمية وعلى لغرة ويهرون مينا مركة أب وحد نفتها رجع أشعي وعنتها رجع لاته ويحكي فيه مركة أب قل إيه قدره مركة الحمتي سيئة جسد إن أهد بلاي حسين إن بلاي أهد مهل مهل أهد في دين سنة العلوة الموبة تارسال كبيار إسان عوضي وحبتها وأول تارسال من كبيارية كبيار مين مروبة وقورن أوري بغير يدين إسان قول
ku gaariga nala saaray go'aanka soo horay hayn ku gaariga nala hayn soo saaray oo soo hayn maxay go'aansaa iyo in aan la tolaan la tahay oo tan ka guuto oo deynta taba saaro oo tan amaan adiga iyo xoolaha aan tan ku rikabto ina baas aawada ku xoro baa la afdigaa aad ku weysaa aad ka dhigaa xaqtan iyo hayeysa dabaas aawada taabo oo aad ka soo marbaa yaa ku jira Soomaaliyaan xeer ka dib istay ma ogol maxay ku jira Soomaaliyaan maxay ku jira Soomaaliyaan waxaan ku tarayaa maanta in ay ro in kan dowlad qaranimada Hindiska taas oo horumar ka imaanayaan dad afaqeer baa ma waa run faqriga xeer baa laga bixiyaa brand ma bixiyo maanta waxaan sameeyay dowladda ay Soomaaliyaan ilaahay ma ku jiraa waxa inuu hayaa oo maanta dadka oo Soomaaliga aad u roobta oo kale ku haysa hay'adda kordhinta adeegyada amniga kaashin ku furanaya ilaashada goobaha booliis hadii ay jiraan dhacdo inta aan la soo gaaray go'aanka aw la xamayay iyo waa taraabo waa taasi soo xujina go'aanka uu ku jiraa taale kaashigaas baa weli xubin weyn ka soo baxay saddex dalal oo kale hadii aan xoraan tahay iyo hadii xoraan tahay waa boor iyo aahid iyo wajahay boqolaal meel oo ka dib ka waxay ku arabaayaa rabbi ah rasiil weyn qolo ka raad dhaqaale iyo awood ay isu jeed hadal isu geeyo biyo xiraamo goobaha raadada ay ku dhigaan goobaha karo waxaana dadka ama xafiiro waari kale waari isku jeed ee u baahan 500 qof shabaabo oo ay goobaha ku gacoonaysa iyo taasigiisa iyo xoolo la isweeyaa waa xaraama inta la bacad hoos ama la hayo hay'adaha loo qaado waa arrin isku jeed oo lama waxaan ku soo wareerayaa Soomaaliya maanta waxa la dhistay istaagow waxa la yiraahdo labada gobol ee dejinta labada gobol ee dejinta iyo waxa in loo doonayo deegaan iyo madaxtooyada waxa koob ka ah loo yaraayo sharciyada qaranka ee soo saaray loo yaraayo waxa koob ka ah iyagu naftooda hay'adaha loo doortay inay ilaaliyaan istaagow waxa qoraya doorashada iyo xilku waa 5 sano dhamaato waa rawaaq waa 5 sano maxay waa 5 sano dhamaato waa 5 sano walaa ma maam soo distay ka dib sii jiro si qarnay u sii jirto saar ma hore u maro saar ma ka soo soo baxno dhamaato waxa uu wajiga xog asaar sare doorashada qoramay doorashada waxa uu loo jeedaa waa fandhig waa waxa dowlad ka saddex isbaha qaran ee mucaaradka waxa isku waxsan doorashada dhammaan dhammaan golaha baarlamaanka fadhiyaana waxay ogol yihiin inay muddo dheer yihiin oo loo baahan yahay doorashada 10 ka dib wakaalada fadhiga dowladuhu iyagoo la fadhiya maxay u qabanaya yaa ina xadeeyay macal yaa soo dhex galay iskaan faahfaahsiin ma do qomaan ma aran inta ay dhex taalay dowladu maanay waxaan ku weynaa laba sanoob hal bedelay komishanka doorashooyinka hal bedelay iyo sharci ma aha haddana waxa la baray kala doortay sharci ma aha iyo la bedeli karo in kalaan doono oo waxa soo gooshay inuu joogsan karo ma gudiga gudiga doorashada hore walaal 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 waxa ka maaran ku qabay doortay inaga doornay waa sharci waa rikeedii iyo mar oo dhammaan inta la soo wadaa sawo doorashada soo wadaa qolka insha Allah uu yahay qaran doona gabagabada soo gaarto faaridaas xalka ina hayaa waa intaana maaha inuu u duwo distoobi maaha inuu dadku doorasho wada khalqa iyo soo hoyda ku yimaado waxa soo jiray inuu dhammaantay uu doorasho doorasho wada khalqa soo tahay ee wadan maata wuxuu qabsaday waxyaalaha ugu waaweyn ee ku aqbalay waxa ka mid ah waa markii uu horeeyay ee 411 leeyahay sarkaal lagu taabanayo dalka oo ka mid ah 10 hablood aad iyo aad baan u mahadcelinayaa waa talaabo horay waxaan ku abaalinayaa inay shaqo qaran oo imika la miyaaray inta ka warka baxday ilaa inay soo gashan tahay barkooda waxaan ku abaalinayaa ciidamada kale waxay dhamaynay xeerkii caqsinta ciidamada qaranka oo dhan oo aan u noqonin ciidamada qaranka markii gabaar ay garan waayeen meel taariikhi ah ee masuulka marka xeer soo wareegay sanadkan bilaabay waxaan barnaamij doonaa in lagu rarmo oo qofkii taariikhda amaan la furay ciidamada kamid ah kooxda tabar joogay waxa ay ugu baahan yihiin
ay noqoto barbar noqoto in xaq siiyo iyo xuquuqooda ciidada facebook in la soo laga bilaabo taasi lagu bay doono shaqaalaha dowladda waa laba isagoo loo qaran doono waxaan ku ogolaanayaa ciidamada qarankooda wadooni halkan inaan ka xuso inay ciidamadu dadaal badan mujiya sanadka gaar ahaan ciidanka asluurta ismayaal badan iyo dadaal badan inuu ka sameeyey intii muddooyinka dhaba ah hawlihii ciidamada asluurta sanadkii dhawato waxaan fatxaa la taliyay ciidanka boliiska alaa maxamed safarmal fatax bismillah dowladda sara jiray ayaa waxa la yimi waxa la deegay rooja hadii maanta waa inaa weyna fayaado dabeetana dibu soo kuyar dabiyaa sidayaha soomaaliya waa wada dhexday barnaamij waa wada dhexday daar ruu soocaya qaar kale waa umahay maantii falalintay ee kuxigeedis waxaan see shicib ku wariyay dadkuna aad u ilaahay ergada waa loo qabtay waxaan ii sheegayaa qalabku in loo yahay boqolaal falay boqolaal lixda iyo boqolaal lamida oo halkii soo walatay bixinayo maantana dhammaan ciidamada qaran tabaleyna ay qaadeen oo kumaadeen waa inaan halkan kasii xoojiyaa marnaba baan hambaryanayaa maslaxadna waa hambaryanayaa guriga goobaa loo xoojinayaa dhammaan soomaaliland midnimo nabad iyo horumar